السلام عليكم يا شباب. الفيديو ده ان شاء الله هنشرح فيه الموقع كود بين، يعني ازاي ده اللي هنسلم ان شاء الله على التاسكات بتاعتنا بعد كده. الموقع هنعمل الاول ازاي بنسجل عليه اصلا، وبعدين نبدا ايه اوريكم ازاي بنرفع ايميل. ده الموقع، هحط لكم اللينك ان شاء الله تحت الفيديو. فتخش على الموقع زي ده، هيفتح صدق كده. انت طبعا ايه لسه ما عملتش ايميل، هتختار الساين اب. خش على الساين اب، بيقول لك انك عايز تعمله تيم ولا هتعمله فردي وكده. انا كده كده ايه عايزه فردي، فسيب كل حاجه زي ما هي. دي خيارات هنا بالنسبه للناس اللي هتعمله بفلوس وكده، فاحنا خلينا في الفري دلوقتي. تمام، جوين كود فري. تمام، بيطلب منك الاسم، اي اسم اهو. تمام، إيه اليوزر نيم؟ ده اليوزر نيم اللي اسمك ايه، اللي هو اللينك بتاعك. بمعنى ايه بيبقى اسمك الموقع كود بين دوت اي او، تكتب هنا اسمك، تكتب اي حاجه عادي. انا بختار يوزر نيم بتاعك. الايميل مثلا تكتب الايميل بتاعك، اختار مثلا باسورد، تمام، امنتو، تمام، تعمل سبمت، تمام. هنا كده بيقول لك ان خلاص ايه سجلت معانا في الموقع. ممكن ايه بياخد منك بقى بيانات البروفايل. تمام، يعني مثلا اللوكيشن تكتب له انت منين. تمام، انا اختار مثلا ايجيبت. تمام، البايو اللي هو البايو ده اللي هو حاجة انت بتعمل ايه. تمام، بس هو حولني دايركت على الصفحة على طول. ماشي، سيبنا نروح بس على البروفايل بتاعنا وافهمكم الصفحة دي هنجيبها تاني ازاي. ده البروفايل بتاعي، اسمي عبد الحميد. ده اليوزر نيم اللي قلت لك بتختاره، بيظهر فين؟ بيظهر فوق هنا. تمام، دول بيبقوا هنا عدد المتابعين بتوعك، وده اللي انت ايه الناس اللي انت متابعها. هنا البينز بتاعك، تمام، اللي هي البين اللي بتظهر من الموقع ليك يعني. فدلوقتي انا واحد عايز عملت التاسك وعايز اسلمه، بروح هنا هضغط كده. وانا بعد ما اعمل، احنا ممكن نعمل لوج اوت، تمام، ونخش تاني بقى بالاكونت الجديد. هعمل لوجن تانية، تمام، ايه هكتب الايميل بتاعي عادي، هو مكتوب، والباسورد بتاعي تمام. هعمل ايه؟ هعمل لوجن. ماشي، هيدخلنا على صفحة زي دي. اول ما دخلت اختار هنا حاجه اسمها كرييت، كرييت نيو بين. ده اللي هنعمله. كل اللي مطلوب منك هتاخد كود ال HTML اللي انت هتبقى عامله، هتحطه ايه، هتحطه هنا، تحط كود ال HTML. يعني انا لو كتبت هنا H2 مثلا، كتبت اي حاجه وقفلت التاج، ماشي، H2، هتلاقي فعلا ايه طبق H2 تحت. تمام، وهكذا. هو انت مالكش دعوه، انت كل اللي هتاخده هتاخد كود ال HTML اللي تحطه هنا، وكود ال CSS تحط هنا، وكود الجافا سكريبت تحط هنا، وهتعمل سيف بس كده. وبعد ما تعمل سيف هتاخد اللينك اللي بيظهر هنا وتبعته لي. بس ده اللي مطلوب منك. تمام، الفيو ده شكل مثلا. في ناس بتحب تفضل انه يظهر كده، في ناس بتحبه كده، في ناس بتحبه كده، عادي از يو لايك يعني. الموضوع ايه اب تو يو. تمام، فانا سيبنا على البروفايل عادي. مثلا هفهمكم اكتر دلوقتي، نعمل لوج اوت. ماشي، هو هنا يعني بيقول ان انت لسه ما عملت السيف للبين وكده، فبين افضل انك تحفظه. نعمل لوجن. انا هخش بالاكونت بتاعي اساسا بدل الاكونت اللي انا كنت لسه ايه عامله ده. ما دخلني ده الاكونت بتاعي، يور بروفايل. الاكونت انا لما بعمل بين ده مثلا، هنا عدد الناس اللي متابعاني ايه، وهنا الناس اللي انا متابعهم وكده. تمام، إيه بتقدر تضغط عليهم عادي، بيجيب لك ايه كل الناس اللي هي عامله لك عامله لك متابعه. تمام، الفولوينج دي الناس اللي انت ايه اللي انت بتروح تتابعهم، اللي انت حابب تتابع شغلهم يعني. دي ناس بتبقى حلوه في المجال بتتابعها وكده، وهم بيتابعوك مثلا على حسب ايه شغلك وكل حاجه. تمام، نرجع تاني البروفايل. البين اللي انا عملتها، اللي انا قلت لك اعمل لها سيف اهي، انا دي مثلا بين عملتها. البين ده انا بنشرها على الموقع، الموقع من نفسه بيشوف البين بتاعك، لو عجبته بيعمل لها حاجه كده زي ايه، بيشيرها على الصفحه. شوف اول ما دخلنا، مش احنا اول ما دخلنا دخلنا على صفحه مليانه بنات كتير كده، الصفحه ديت بيدخلنا على صفحه فيها بنات. دي بنات الناس عاملاها وعجبت الموقع، يعني ايه اعجب بالبنات دي يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. مثلا البين هنا جايبه مليون مشاهده ومش عارف ايه، بين هنا مش عارف. هو البين لما بتعجبه بيشيرها. فانا مثلا كنت عامل بين قبل كده فعجب الموقع ايه، فبيشيرها. بص تلاقي ايه برضه الناس تحط لك عليها لايكات وكومنتات وكده. الشغل ده حلو ليك
بحيث انك مثلا ممكن قدام يعتبر سي في بتاعك. يعني مثلا لما يجي حد يقول لك هات سي في، يقول له طب خد الكود بين بتاعي، انا حاطط شغل عليه، يعني شغلك طريقته على الكود بين، ماشي. ففي ناس هتلاقي ايه، انا لما بعمل سيف باخد اللينك هنا يا شباب، ده اللينك اللي باخده، تمام. والكود عادي اهو، كود اتش تي ام ال عادي هنا، وكود السي اس بتاعي عادي خالص هنا اهوت. ايه الجافا سكريبت؟ ما فيش جافا سكريبت، تمام. ده كلمه انا كاتبها بس لنفسي ان انا كنت عامل التاسك ده في اليوم الفلاني كده، اللي هو الاسلوب ده. فالفكره ان انا كده عملت بين، تديني اللينك الناس كلها تبدا تتفرج عليه، اللي يبدا اللي يشوفها مثلا بيعدي لك قاعده كم واحد شافها، وكم واحد عمل لك لايكات، وكم واحد عمل لك كومنت، والدنيا دي كلها. فان شاء الله كده الموقع ده تمام، يكون خلص كده.